نحن في اللجنة لدينا برامج تعليمية طويلة الأمد وقصيرة الأمد، إضافة إلى برامج تعليمية أثناء العمل. بمعنى آخر، نحن نحاول الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لكي نرفع من مستوى قدرات العاملين في مجال الإغاثة. والهدف الرئيسي لنا من خلال هذه البرامج هو زيادة مستوى سلامة العائلات الموجودة تحت إشراف لجنة الإغاثة وزيادة مدخولها المالي. ويولي المسؤولون في هذه اللجنة وبتوصية من مسؤولي النظام الإسلامي في إيران أهمية خاصة للمستضعفين والمعوزين، ليس في إيران فحسب بل في العالم الإسلامي بأكمله. ولن يكون جزافا إذا ما قلنا إن رقعة نشاطات لجنة الإمام الخميني للإغاثة امتدت إلى دول وبلدان عديدة، ليكون همها مساعدة المستضعفين في العالم أجمع بغض النظر عن الدين واللون والانتماء. اگر یک کودکی در یک خانواده فقیر، لو تحول طفل من عائلة فقيرة إلى إنسان مؤمن تقي وعالم يضع علمه في خدمة المجتمع بهمة أشخاص من أمثالكم، ما هي الآثار الإيجابية التي ستترتب على هذا التحول؟ كل هذا يتبلور بالقضاء على الفقر وجهدكم ومثابرتكم. الذين نحن الآن على إذن أفنان، كنت نعم. كنا نتحدث عن هذه اللجنة. نعم طبعا، هذه اللجنة هي من الإنجازات العظيمة التي قام بها الإمام الخميني الراحل قبل وفاته. يعني هو الإمام الراحل شخصيا وضع الحجر الأساس لهذه نعم. المؤسسة التي تقوم بخدمة المحرومين نعم. والمستضعفين في العديد من البلدان كما ورد في التقرير. نعم. ونحن أفنان يعني على أعتاب يعني نعم. ذكرى رحيل الإمام رضوان الله تعالى عليه. على ما أعتقد بأننا وصلنا إلى الفقرة الثالثة من فقرات الصحافة. نعم بالتأكيد لينا، حان الآن الوقت لننتقل إلى بيروت والزميلة زينب خفاجة وأهم عناوين الصحف اللبنانية. طبعا ربما مجزرة أسطول الحرية أيضا هي في الصدارة. تفضلي زينب. صباح الخير أفنان ولينا، وصباح الخير مشاهدينا. الجريمة الإسرائيلية بحق ناشطي السلام في حملة أسطول الحرية التي كانت متجهة لفك الحصار عن غزة، موضوع بارز تصدر عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في بيروت، إضافة إلى ردود الفعل المستنكرة في مختلف أنحاء العالم والتي تمثلت بالتظاهرات الغاضبة واستدعاء بعض الدول للسفراء الإسرائيليين فيها. بداية مشاهدينا مع صحيفة سفير التي عنونت على صفحتها الأولى شهداء أسطول الحرية يحاصرون إسرائيل بجريمتها في غزة. إخفاق عسكري وسياسي لا يحتمل، أسطول الحرية ينتصر على إسرائيل. تركيا يلفها الغضب إزاء الجريمة الإسرائيلية. أنقرة تستدعي سفيرها وتلغي مناورات عسكرية. وأردوغان لن يسكت. لبنان وسوريا يدينان الجريمة. واشنطن تعرقل إدانة إسرائيل. داود أغلو دماء الأتراك ليست رخيصة. بدورها صحيفة النهار كتبت على صفحتها الأولى أسطول الحرية أغرق إسرائيل في دم الأتراك. استنفار رسمي لبناني وجولة جديدة لرئيس الحكومة الأسد أثنى على مواقف الحريري ومجلس الوزراء ينجز الموازنة اليوم. بالانتقال من صحيفة النهار إلى صحيفة الديار وفيها مجزرة إسرائيلية دموية على متن أسطول الحرية، انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتحرك لبناني في مجلس الأمن. دماء الحرية تشعل موجات غضب في العالم وتسرع المصالحة الفلسطينية. الحريري أطلع الأسد على نتائج زيارته لواشنطن، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم إسرائيل. بالانتقال مشاهدينا إلى صحيفة البناء وفيها سليمان يندد بالعمل الإجرامي والأسد والحريري يشجبان الاعتداء الهمجي. قافلة الحرية تتحدى جريمة العدو بحق الإنسانية. 20 شهيدا بينهم 15 تركيا.
جرح العشرات بينهم هاني سليمان، جلسة عاجلة لمجلس الأمن بدعوة من لبنان، والجامعة العربية تتخذ موقفا اليوم. أخيرا في عناوين البناء، تركيا تموج غضبا وتهدد إسرائيل المستهترة بكل القيم، أردوغان إرهاب دولة، وأغلو يطالب بمعاقبتها. أما صحيفة المستقبل فقد جاء في عناوينها: مجزرة رياح السماء الإسرائيلية ضد أسطول الحرية تصدم العالم، مجلس الأمن ينعقد بدعوة من لبنان، وأنقرة تندد بإرهاب الدولة، وتتوعد تل أبيب بأنها ستتحمل العواقب. الأسد والحريري: الجرائم الإسرائيلية تهدد بجر المنطقة إلى حرب، رئيس الحكومة اتصل بجول وأغلو متضامنا ومستنكرا، ويواصل جولاته العربية قريبا. ختام هذه الجولة مشاهدينا مع صحيفة الحياة، وفيها: إسرائيل تغتال أسطول الحرية والعالم ينتفض، غضب عربي وإدانة دولية، وتركيا ترد بعنف، أوباما يعتبر الحادث مأساويا، ومجلس الأمن يناقش الاعتداء، ونتنياهو يلغي زيارته لواشنطن. أخيرا في عناوين الحياة، أصدر بيانا يدين جرائم إسرائيل تهدد بجر المنطقة إلى حرب، الحريري يطلع الأسد على نتائج زيارته أمريكا، وارتياح في بيروت إلى الأجواء الإيجابية مع دمشق. بهذا العنوان مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة على أهم أبرز ما طلعتنا به الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت. شكرا لكم على المتابعة، وهذه عودة إليكم من جديد أفنان ولينا. شكرا جزيلا لك زينب خفاجة من بيروت لهذه المطالعة الوافية. ننتقل إلى زميلتي لينا، ماذا لديك الآن جولة في العالم؟ جولتنا الآن أفنان ستكون عبر فقرة نوافذ، وباقة منوعة من الأخبار والمشاهد حول العالم نشاهدها في الشريط المصور التالي. خصصنا هذه الجولة لعالم الحيوان، حيث تم إرسال 4 أسود كانت تعمل في سيرك داخل بوليفيا إلى محمية أمريكية بعد القرار الذي اتخذته الحكومة البوليفية بشأن تحريم استخدام الحيوانات البرية والمحلية في عروض السيرك، وأصبحت بوليفيا العام الماضي أول دولة في العالم تصدر قرارا يقضي بتحريم استخدام الحيوانات في العروض التي تقدمها فرق السيرك. وعمل عدد من نشطاء حقوق الحيوان على تحميل تلك الأسود 4 في أقفاص ليتم نقلها إلى الولايات المتحدة، وستحتاج تلك الأسود إلى فترة نقاهة وعناية تصل إلى 8 شهور قبل إطلاقها في المحمية. ونبقى في عالم الحيوان، وهذه المرة في الصين، إذ تعد الدلافين أبرز الحيوانات التي تجذب الزائرين إلى حدائق عالم البحار، وذلك بسبب قيامها ببعض الحركات المثيرة التي تجذب أنظار هؤلاء الزوار سواء كانوا صغارا أم كبارا. إلا أن الدلافين الموجودة في حديقة عالم البحار في الصين حصلت على أعلى الشهادات في جانب مهم يتمثل في مساعدة أكثر من 100 طفل يعانون من مرض التوحد والاختلالات العصبية الأخرى، ويتم تدريب الدلافين على مساعدة هؤلاء الأطفال على تحسين قدراتهم في مجال الحديث والحركة كنوع من العلاج، وأصبح أهالي الأطفال يتلهفون من أجل أن يحصل أولادهم على جلسة علاجية مدتها 20 دقيقة بمبلغ $17. وننهي المشوار في كازاخستان، حيث أعلنت السلطات الكازاخستانية موت أكثر من 12,000 ظبي من نوع سيفا في غرب البلاد في غضون أيام قلائل، ويرجع السبب في موت تلك الظباء التي تعد من أنواع الحيوانات المعرضة لخطر الانقراض إلى وباء